الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة ولم يقل الصلاة؟ تقول إن من قال إن مرة تقول الإسلام لين كنين نقول جلدة كفي يوم النبي صلى الله عليه وسلم إني نين نقول جلدة بين الجلدة حتى نأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله بشروطه وأركانه وواجباته ومكملات السنن ولا نأتي بمبطل مبطلات الصلاة ولا تكون الصلاة باطلة. وأنا أصلا إني نين نقول جلدة كفي يوم أدو هري ما أنا كلامك وجلدة لني إمر الشرطي جك يوم فريلا يسون من فو ها جلدة عندنا هرما واتان بون نتا جلدة كوي أدرنة نون هاني را أدريدنا. الصلاة تنقسم إلى قسمين. جلدة فتي بتشيدي. فريضة ونافلة. ما أنا كهونة فرليدة كيوم هونة يد أنا بيت ربط. الفريضة الصلوات المفروضة الخمس والجمعة. ما أنا جلدة فرليدة كو جلدة فرليلا جين كو جوي كيوم يند الجمعة. لابد أن تؤدى هذه الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم وليلة والجمعة في كل أسبوع. كبيتون دي جلد فريلا جد ودي أدي وقت دي حبا دي دي كنما جمعة كنما دي أدى دي جولة جمعة نيند جمعة. نعم ولابد أن تؤدى جماعة على كل رجل بالغ عاقل لابد أن أديها في الجماعة في المساجد. بيتون دي جلد فريلا جد كبين نتلو توا كو نتلو كو غوركو كو يوتيدو مماري حكي لما كو نتلو جلد جماعة كجولير دي. نعم ولا تخلف الرجل عن صلاة الجماعة إلا وهو نسأل الله عليه السلام منافق ظاهر النفاق والله أعلم. يلت تاكو روت تاكو إمر جلد الجماعة دين سنا أن النهار ما كون نتلو سول رو أن النهار ما ونا قمت لنا نكون سول ما نكون نافيا نافيجيو تلون كده نفيني كده ما كون روت تو صلاة يادي جلد الجماعة.